السلام عليكم يا شباب، انا دكتور عمر. ان شاء الله اولا اسف ان انا بطرت السيشن. سامعني بس؟ الو. ايوه سامعك. انا اسف ان انا بطرت السيشن، هو كان المفروض يبقى الساعه 4 بس حاصل يعني حبه ظروف. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن منح المانيا وسويسرا والنمسا وحبه ستيبس لو انت بتذاكر الماني مع نفسك. اول حاجه المانيا، احنا كطالب ستيم او طالب ثانوي عام يعني احنا مش اليجبل ان احنا نبدا الباشلور دايركت في المانيا على طول، عشان كده بنضطر نحضر حاجه اسمها سنه تحضيريه. السنه التحضيريه دي بتكون ايه؟ السنه التحضيريه تكون مثلا عباره عن مجموعه من الكورسز في مواد بتحضرك للباشور في المانيا. بمعنى لو انا مثلا عايز ادرس طب في المانيا، اخش سنه تحضيريه اسمها ام كورس، ادرس فيها بايو جيو كيمستري. بعد ما اخلص السنه التحضيريه دي ببقى اليجبل ان انا اعمل الباشور بتاعي في المانيا. تمام. السنة التحضيرية دي انت ممكن تاخدها من نوعين في الجامعات في المانيا بتتقسم نوعين. يوجوال يونيفرسيتيز اللي هي مثلا ممكن نقول زي جامعة القاهرة عندنا كده، بتبقى الجامعات العادية اللي ممكن تدرس فيها مثلا فيزياء بايو طب هندسة، وحاجة اسمها يونيفرسيتي اوف ابلايد ساينس بيبقى فيها شغل تكنيكال اكتر، زي مثلا يونيفرسيتي اوف ابلايد ساينس اوف ميونخ. تمام. طب ايه الفرق ان انا لو خدت السنة التحضيرية هنا او هنا؟ انا لو خدتها في جامعة عادية يبقى انا كده اقدر ادرس الباشلر بتاعي في اي نوع من الجامعتين دول. تمام. ولكن لو اخدتها في جامعه في ابلايد ساينس مش هقدر ادرس الا في يونيفرسيتي اوف ابلايد ساينس في المانيا. انتوا شايفين كده قدامكم يا شباب الكورسز اللي انت بتاخدها في السنه التحضيريه حسب الميجر اللي انت عايز تدخله. يعني مثلا ايه كورس للناس ان شاء الله ناوي تتخصص صيدله او طب او الكلام ده كله، في كورس للناس ناوي تتخصص مثلا ماث فيزيكس هندسه والى اخره. السنه التحضيريه بتبقى تكلفه حوالي قد ايه؟ السنه التحضيريه بتبقى تكلفه من 400 ل 500 يورو السمستر الواحد بجانب فلوس الفيزا، وما بيبقاش في منح دراسيه للسنه التحضيريه. عشان كده بندور على الالترناتيف الثانيه للسنه التحضيريه. بس قبل ما ننتقل، انت لو لسه عايز تقدم على سنه تحضيريه فانت بتقدم على حاجه اسمها اليوني اسيست. اليوني اسيست ده حاجه زي الكومن اب كده، عارفينه؟ بيبقى وسيط بين الجامعه فين بالظبط، يبقى حاجه كده تقدر تقدم بيها على كذا جامعه بدل ما تقدم على كل جامعه بشكل انفرادي. طب ايه الالترناتيف للستودنت كوليج اللي هي السنه التحضيريه يعني اللي ممكن تاخدها في مصر؟ اول حاجه ان انت تاخد ستودنت كوليج في معهد جوتا. معهد جوتا لو ما حدش عارفه يعني ده نقول سفير اللغه الالمانيه في جميع انحاء العالم. طب اللي بيبقى برضو متوفر نفس الكورسز في معهد جوتا، بس الفرق ان بدل ما بيكون في دكاتره المان بيكون في دكاتره من جامعه القاهره وجامعه عين شمس مثلا. وبرده من شروط السنه التحضيريه ان انت تكون حاصل على ليفل بي 1 او بي 2 في اللغه الالمانيه حسب الجامعه اللي انت تقدم عليها. تمام. تمام. الستيبس بتاعتي وانا بقدم على السنه التحضيريه تبقى ايه؟ اول حاجه ان انا املى الابلكيشن بتاعي وابعته للجامعه. تمام. تاني حاجه الجامعه دي بتبعت لي اكسبتنس ليتر. الاكسبتنس ليتر ده مش معناه ان انا اتقبلت في السنه التحضيريه، معناها ان انا مؤهل ان انا اخضع لامتحان الشيرين كوليج اللي بيبقى المانيا. طب بعد لما بعدي الامتحان ده لو انا نجحت فيه كده انا اتقبل في السنه التحضيريه؟ لا برضو. هنفترض مثلا ان في واحد ان في مثلا 500 واحد دخلوا الامتحان ده. تمام يا شباب. بس الجامعه عايزه مثلا 50 واحد بس، فهتبدا ترتب درجاتكم وتاخد توب 50. تمام البوينت دي؟ تمام. تعويضات السنه التحضيريه زي ما قلنا ان انت ممكن تاخد في جوتا انستيتوت او حاجه تانية، واعتقد انها بتبقى ممكن تتعمل اكتر بالنسبه يعني للناس اللي ظروفها صعبه، ان انت تاخد سنه جامعيه في مصر. انت بتاخد سنه جامعيه في مصر، لو مثلا اخدت سنه جامعيه في مثلا في الهندسه فبتقدر ان انت تروح هناك وتبتدي من اول وجديد دراسه الهندسه. تمام. في حاجه اسمها اكستريم تيست ستروم بروفنج، ده اللي هو بيبقى اختبار السنه التحضيريه. في بعض الجامعات يا شباب بيتقدم لك الاستيم فيست ستروم بروفنج ده من غير لما تحضر السنه التحضيريه. يعني الاختبار ده بشكل عام بيبقى في اخر السنه التحضيريه مثلا، لازم تعديه عشان تبقى اليجبل بعد كده تدرس باشلر. بعض الجامعات بتراعي مثلا ظروف السفر والفلوس وكده، فبتقول لك اللي هو انت ممكن تدخل الامتحان ده من غير لما تحضر الكورس بتاع السنه التحضيريه، بس لازم تحضره في دويتشلاند اللي هي المانيا. تمام كده يا شباب؟ تمام. طب بعد لما عملنا الاشتودين كوليج او اخدت سنه جامعيه مثلا، ازاي اتقدم على جامعه في المانيا؟ برضو عن طريق اليوني اسيست اللي هو حاجه زي الكومن اب، هتلاقوا اللينك بتاعه في البرزنتيشن هنا، تقدم عليه تبعت للجامعه. بيبقى في نوعين من الاكسبتنس في الجامعات الالمانيه، حاجه اسمها فاينل اكسبتنس
ده لو انا وصلت الليفل اللغه اللي الجامعه طالباه. يعني مثلا هتقول ان في جامعه طالبه ليفل بي 2 مثلا الماني، تمام؟ انا عرفت احقق ليفل البي 2 وهم قبلوا بالجريدز بتاعتي بالاكتيفيتيز بتاعتي، شايفين ان انا طالب مناسب ليهم، فتمام انا كده اتقبلت ومتاح ان انا اروح ادرس على طول. حاجه اسمها كونديشنال اكسبتنس، اللي هو مثلا نفس الجامعه دي شايفين ان انا طالب تمام من حيث الجريدز وكل حاجه، بس اللغه عندي واقعه، معايا مثلا ليفل بي 1 الماني مش بي 2، فبيدوني حاجه اسمها كونديشنال اكسبتنس ريت، ان انا بروح هناك في الجامعه فانرول عندهم في كورس الماني او اللهم صل على النبي في انستيتيوت في الجامعه دي يقدر يديني كورس الماني. اول لما بخلص كورس الالماني ده ببتدي دراسه في الجامعه على طول. تمام يا شباب؟ تمام. طب الجامعه وهي بتختار الطلبه بتاعتها بتدور على ايه؟ زي اي حاجه في العالم، اي منحه في العالم، بتدور على الجي بي اي بتاعك، الاكتيفيتيز بتاعتك، موتيفيشن ليتر بتاعك. طب بالنسبه للجيرمان جي بي اي بنحسبه ازاي؟ الجيرمان جي بي اي اللي بيختلف وبيختلف عن الامريكان جي بي اي في ايه؟ ان كل ما كان اقل كان احسن. يعني الجيرمان جي بي اي الرينج بتاعه بيبقى من 1 ل 5، 1 اللي هو اعلى حاجه اللي هو انت برنس، 5 اللي هو انت مش تمام خالص. طب ازاي اللي بالدرجات بتاعتي الجيرمان جي بي اي؟ بتجيب التوتال مارك اللي هو مثلا بيبقى 100 ناقص الدرجه بتاعتك انت، التوتال المجموع بتاعك في ثالثه ثانوي، بتقسمه على التوتال مارك ماينس المجموع اللي انت محتاجه عشان تنجح، بتضرب كل ده في 3 وبتجمعه على 1. بمعنى لو انا لو احنا مثلا احنا طلب سيستم اهو، التوتال مارك عندنا من 100 مثلا، واحد جاب في سنه ثالثه 90 فيبقى 100 ناقص 90 10 على التوتال مارك اللي هي 100، السكسس بقى من 60، ف100 ناقص 60 40، بعد كده ترجع تضربهم في 3 وتضيف عليهم 1. تمام البوينت ده يا شباب؟ تمام. طب بالنسبه برضو للستاندرايز تيست، الستاندرايز تيست اللي المانيا بتطلبها حاجه اسمها تيست اس. تيست اس ده بيبقى كور تيست، اللي هو ممكن نقول هو حاجه قريبه للاي سي تي شويه او السيات شويه، بيبقى مثلا مسائل ريدنج حاجات زي كده، ده بيبقى الكور تيست. بيبقى في حاجه اسمها السبجكت تيست، السبجكت تيست ده حسب الجامعه اللي انت ناوي تتخصص فيها ان شاء الله. يعني مثلا ممكن واحد يدرس ايكونومكس لو واحد ياخد ايكونومكس، واحد ياخد ماثماتكس، كمبيوتر ساينس والى اخره. التيست اس ما ينفعش ياخد امتحان واسيب امتحان، لازم ياخد كورس كور تيست وسبجكت تيست. وسايب لكم انا اهو لينك ماتيريال لواحد ما شاء الله كان بيدرس طب في المانيا، دخل امتحان التيست اس وسايب لكم الماتيريال هنا اهو. في بعض الجامعات الالمانيه بتاخد سكور التيست اس بتاعك اللي هو بيبتدي من 100 ل 130 وبيتحوله لحاجه اسمها جريد بونص. يعني مثلا انا دخلت انا مثلا معايا جي بي اي مثلا 1.5 مثلا، بس عايز اعليه شويه فهاخد امتحان تيست اس، وجبت في التيست اس ده مثلا 1.2 ف 0.2 فبياخد 1.3 ماينس 0.2 وده بيبقى الجي بي اي بتاعك. ده بعض الجامعات الالمانيه، مش كل الجامعات الالمانيه طبعا. بالنسبه لدراسه الميديسن في المانيا، معلش التحويل بس بتاع الجي بي، التحويل بتاع الجي بي من اللي هي حوله الالماني. هو دلوقتي انا عندي جي بي اي بتاعي بيبقى من 4، ده اللي هو التراكمي، والدرجات بتاعت كل سنه بيبقى اي بي كده. فازاي فهمت بقى ازاي احوله من 100 والكلام ده؟ بص الجي بي اي اللي هو بيبقى 4 ده اللي هو اللهم صل على النبي ده الامريكان، تمام؟ الجي بي اي الالماني اول حاجه ما بيطلبش منك الا درجه الثالثه ثانوي بتاعتك، ولو انت مثلا اخدت سنه او سنتين كليه هنا في مصر بيطلبهم برضه، ولا هو درجاتك في اولى وثانيه ما بيطلبهاش منك. يعني ملوش دعوه بالتراكم. بالظبط، انت بتاخد درجاتك في سنه ثالثه والسنين اللي انت هتدرسها في الكليه في جامعه هنا في مصر. طب مثلا نفترض ان انت مثلا جبت 90% في سنه ثالثه، تمام؟ واحنا النجاح عندنا 60، هتبقى التوتال مارك اللي هي 100 ماينس الجريد بتاعك اللي هو 90، تمام؟ تمام. 100 ماينس 90 هتقسمه مع التوتال مارك اللي هي 100 برضه، هتطرحها من السكسس مارك اللي عندنا اللي هي 60 اللي هو عشان تنجح يعني اقل حاجه، وتضرب كل ده في 3 هيطلع لك بوينت 75، تمام؟ تضيفه مع الواحد يكون ده الجي بي اي بتاعك. تمام. وافتكروا دايما ان الجي بي اي الالماني عكس الانجليزي، الجي بي اي الانجليزي يطلب منك 4 اعلى حاجه لو انت كده ممتاز، على عكس الالماني 1 احسن حاجه. لو انت ناوي ان شاء الله تدرس طب في المانيا ايه اللي انت محتاجه؟ الجامعات الالمانيه بتبص على حاجه من الثلاثه دول ومش شرط الثلاثه كلهم. بمعنى الجامعات الالمانيه بتطلب ان انت يكون معاك جي بي اي 1، ودي حاجه اكيد صعبه عشان الامتحانات بتاعتنا بتبقى صعبه والكاب بيوقعك كده، فبيبقى عندك اوبشن اللي هو التيست اس سكور بتاعك، اللي هو انت لو جبت فوق 115 الابلكيشن بتاعك بقى كومبتيتيف شويه. ليفل الدويتش عشان تدرس طب في المانيا اجباري سي 1 دويتش. طب لو انا مثلا مش معايا سي 1 دويتش هتقدم عادي، هتاخد قبول مشروط وبعد كده يتقال لك ان انت هتروح تسافر تقعد هناك لحد ما توصل لليفل اللغه بتاعك وتبدا دراسه في المانيا تاني. بس الفرق بالنسبه للتخصصات الطبيه ان انت في القبول المشروط بيجي لك قبول ان انت تروح تدرس اللغه في المانيا،
بعد لما تتحصل ان شاء الله على ليفل اللغه اللي انت عايزه بترجع تقدم على الجامعه تاني. تمام البوينت ده شباب؟ تمام تمام عندكم هنا يا شباب ده جروب الدارسين في المانيا، لو عوزتوا اي حاجه يعني في تلخيص الاوراق او كده هتلاقوا مساعدات هناك كتير. بالنسبه لمنح المانيا، منح المانيا مختلفه شويه عن منح بريطانيا وامريكا. منح امريكا انت بتقدم على الجامعه وبتبعت فايل الفاينانشال ايد بتاعك بتقبل او ما تتقبلش. منح المانيا جامعات المانيا ما بتديش فاينانشال ايد لان معظمها جامعات حكوميه، فان هو ما فيش سورس ماني يدعمك بيه. فبيبقى في بعض المؤسسات الالمانيه بتدعم الطلبه الانترناشونال زي مؤسسه هاينريش بول هنا ومؤسسه اس بي في برلين. هاينريش بول بتطلب منك ليفل الماني بي 2، بتطلب منك ليفل الماني بي 2 وبتطلب درجاتك في اولى وثانيه ثانوي لانها منحه مختلفه عن الجامعه الالمانيه. تمام البوينت ده شباب؟ تمام. بس سؤال صغير بس، هي الجامعات الحكوميه العاديه اللي هناك بتبقى مثلا بكام؟ الجامعات قول مثلا لو هنتكلم عن الطب اللي هي اغلى حاجه في الدراسه في رينج 300 يورو مثلا في الترم. طب تمام. بس افتكر دايما ان بيبقى عندك مشكله في فلوس الفيزا، انت محتاج فيزا يجي 10000 ونص يورو. تمام برضو يا شباب للناس اللي هتسافر على فيزا مثلا او ممكن يجي لها سكولرشيب لسنه واحده، انت مش مجبر ان انت مثلا انا عرفت اوفر فلوس الفيزا لسنه واحده في المانيا ورحت بس لقيت شغل اقدر اعوض بيه فلوس الفيزا، فده انت بتقدمه للمكتب الاجانب هناك ما بيطلبش منك بقى ان يكون عندك المبلغ كامل في الحساب البنك بتاعك. تمام يا شباب؟ تمام. هتقول لي انا احط 10000 يورو ده يبقى لكل سنه ولا يبقى معايا خلال الدراسه هناك في البنك 10000 يورو عامه؟ ما انا بقول لك 10000 يورو انت بتحتاجهم في اول سنه دراسيه ليك في المانيا. ان مثلا انت ما توفقتش وما جاتلكش منحه لالمانيا، تمام؟ طب انت رحت بال 10000 يورو دول اول سنه ونزلت هناك والحمد لله لقيت شغل وربنا يعني الشغل قادر يغطي مصاريفك، بتروح حاجه اسمها مكتب الاجانب هناك في المانيا بتقدم اثبات ان انت معاك شغل يقدر يغطي مصاريفك فما بتحتاجش ان انت يكون معاك الحساب المغلق ده كامل. لا لا لو ما لقيتش شغل المفروض برده كل سنه معايا 10000 يورو في البنك. لو انت مش هتصرف منهم هم معاك تمام، محدش يقدر يقول لك حاجه. لا انا قصدي يعني لازم، هو شرط لازم، وعندك بس ان انت تسحب 720 يورو في الشهر. تمام. اي اسئله عن منح المانيا؟ استيريا او النمسا. استيريا بتطلب ليفل اي 2 جيرمان بس بشرط ان انت مع بدايه السنه الدراسيه بتاعتهم يبقى عندك الليفل اللي هو المطلوب. يعني مثلا هقدم مثلا يونيفرسيتي فيينا في المانيا في النمسا مثلا، تمام؟ هم طالبين مثلا ليفل بي 2 عشان تدرس عندهم هناك، بس انت هتقدم بي 2، هتقدم الابلكيشن بتاعك ان انت معاك ليفل اي 2 دوت، ومع بدايه السنه الدراسيه انت تثبت لازم تبعت لهم اثبات ان انت معاك ليفل بي 2 دويتش عن طريق مثلا امتحان في جوتا او امتحان في المعهد النمساوي او تيست داف كده. يعني بجانب ليفل الدويتش انت بتحتاج هاي سكول ليفل سيرتيفيكيت وحاجه تثبت ان انت طالب جامعي ان انت هتبدا دراسه جامعيه في الدوله بتاعتك. والابلكيشن بيبقى عن طريق الجامعه، ما فيش حاجه بقى زي الكومن اب او اليوني اسيستنت تقدم عليها لكذا جامعه، هو بتقدم جامعه جامعه بشكل منفرد. عندكم هنا يا شباب ده لينك الدارسين في استراليا برضه في استراليا، لو حد حابب يسال حاجه في تلخيص اوراق او كده. وفي او اي دي سكولرشيب، دي بتبقى سكولرشيب اندر جرادويت ستودنتس في النمسا بتتراوح من ترم لفتره دراسيه كامله اللي هو الباتشلور كامل. تمام. نتكلم دلوقتي بقى عن شفايتس او اسمها بالعربي سويسرا. سويسرا بيتكلموا فيها ثلاث لغات، الالماني والفرنساوي والايطالي. الجامعات اللي بتتكلم الماني بتطلب ليفل سي 1 الماني، تمام؟ تطلب ليفل سي 1 الماني وبيبقى فيه انترنس اكزامينيشن لازم تدخله تبع الجامعه، لو نجحت فيه فانت خلاص ستيودنت في الجامعه دي. بالنسبه للجامعات الفرنش فهي بتطلب ليفل بي 2 فرنش. اي اسئله يا شباب؟ تمام. ويعتبر حوار المنح خلص بسرعه، ما كنتش عامل حسابي بامانه، فهندخل في البورت بتاع الدويتش كلغه. دويتش متقسم لاربع لغات، نفتح بقى ملف 4. طيب هو مش على دوله معينه، عامه نسبه الاكسبتنس ريت بتاعت الجامعات دي او الدول ما حسب برضو الجامعه اللي انت بتقدم عليها. يعني بص مثلا في جامعه في المانيا اسمها اللهم صل على النبي تي يو برلين اللي هي الجامعه التقنيه في برلين، دي من الجامعات يعتبر تاني احسن جامعه في برلين، فاكيد الاكسبتنس بتاعها هيبقى اقل بكتير من جامعه حكوميه عاديه في المانيا اللي هو حسب الرانكينج بتاع الجامعه حسب
التخصص ذات نفسه اللي انت بتقدم عليه. يعني تخصصات طب كومبيتيتيف جدا، يعني بيبقى ماكسيمم كل جامعه بتاخد مثلا 20 واحد كفورجن ستودنت يدرس عندها طب في السنه، على عكس مثلا الهندسه اللهم صل على النبي قبول الهندسه بيبقى عالم الطب. ونفس الموضوع في سويسرا، انت عندك في سويسرا مثلا حاجه زي اي تي اتش زيورش ده من احسن 20 جامعه في العالم، اكيد الاكسبتنس بتاعه اقل من جامعه مثلا زي يو تي اتش زيورش اللي هي الجامعه حكومي عادي في المانيا. في سويسرا الدوتش يا شباب كأي لغه في العالم بتقسم لست مستويات A1 A2 B1 B2 C1 وC2. بس الدوتش بيفرق عن باقي اللغات في حاجه تانية، انت مثلا عشان تعرف تتكلم مع نيتف سبيكر انجلش محتاج منهم B1 انجليزي اللي هو عشان تفهم الاكسبريشنز بتاعته، عشان تفهم الجرامر بتاعه كده. على عكس الدوتش، الدوتش انت طالما وصلت الليفل B1 فانت تقدر تقعد وتتكلم مع واحد الماني وتفهمه. تمام. ليفل البي 2 بيبقى اللي هو انت اليجبل ان انت مثلا تدرس حاجه بطريقه اكاديميه شويه، زي مثلا الفرق بين البي 2 والسي 1 في الانجليش. انت لو معاك بي 2 انجليش انت بتعرف تفهم الناس الانجليز وكده، بس لو معاك سي 1 انت بتعرف تقرا اكاديميك بوكس، بتعرف تقرا اكاديميك ارتكلز، بتعرف تقرا حاجات في الهيستوري مثلا وكده. فهو البي 2 ممكن يكون ان انت مور اكاديميك اكتر. تمام. الالماني يا شباب مختلف عن الانجليزي في كذا حاجه. اول حاجه ان كل حرف انت بتنطقه في الالماني هتكتبه، فده بيسهل عليك موضوع حفظ الفوكاب وموضوع النطق وموضوع الكلام. انت ما بتحتاجش تقعد تعمل برونسنج للكلمه بطريقه فلانيه بطريقه علانيه، هو الحرف اللي بتنطقه بتكتبه. الصعب في الالماني واللي مطلع عليه سمعه وحشه الجرامر. انت لو ماسترت الجرامر بتاع الالماني يعتبر خلاص كده انت ماسترت اللغه. طب انت ازاي تماستر الجرامر بتاع الالماني؟ كان نفسي اقول لك ان انت مثلا تمسك كتاب جرامر وتقعد تحل كتير، بس الموضوع مش هيجيب معايا. جرامر الالماني هو حاجه بسيطه جدا، بتبقى مشكلته كلها ان انت محتاج تعرف اداه كل كلمه وتعرف تصريف كل فعل، ودي انت لو قعدت تمسك كتاب وقعدت تحفظ وتقرا مش هتعرف تجيبها. فبيبقى اسهل مثلا ان انت تقرا كتاب الماني، ان انت بتشوف الفعل مره واثنين وثلاثه فبتلاقيه لازم معاك في دماغك. ان انت مثلا تترجم، الترجمه من الحاجات المفيده جدا لو بتتعلم الماني، ان انت مثلا تجيب قصه انجليزي تقلبها الماني. حد عنده اسئله يا شباب؟ وانا كان عندي سؤال بس له علاقه بالطب وكده. دلوقتي هو في ليميت مثلا ان الناس لو عايزه تقدم في المانيا يبقى مثلا لازم ماكسيمم يكون قاعد مثلا سنه في جامعه او كده، ولا الموضوع مفتوح شويه؟ زائد انت قلت ان الموضوع بيبقى صعب نسبيا، فهل هو مستحيل وايه اللي ممكن يخليني كومبيتيتيف اكتر؟ تمام. بص انا لما قلت ان هو صعب نسبيا مش قصدي اللي هو حاجه مستحيله، قصدي ان هو كومبيتيتيف اكتر. انت عارف المانيا من الدول الممتازه جدا في تعليم الطب، عدد الطلاب اللي بيقدموا بيبقى كتير وهم عندهم مقاعد قليله، فبيضطر يختار احسن الناس. طب ازاي كده من احسن الناس دول؟ اول حاجه الجامعات الالمانيه احلى حاجه فيها انها ما بتطلبش درجاتك في اولى وثانيه، اولى وثانيه ثانوي. دي حاجه حلوه مثلا للناس اللي تبقى ضعيفه في الماث ما يظلموهاش في الجريدات بتاعتها كده. فانت مثلا بيطلب منك الجي بي اي بتاعك، الجي بي اي بتاعك يبقى عالي، بيبقى حاجه كومبيتيتيف جدا ان الجي بي اي بتاعك يبقى 1. الجي بي اي بتاعك يبقى 1 معناه ان انت كده مقفل الجي بي اي بس مش هتعرف تعملها. فبيبقى عندك حاجه ثانيه تقدر تنافس بيها اللي هو امتحان التيست اس بتاعك. امتحان التيست اس ده انت مثلا لو جبت فيه فوق ال 115 انت كده بقيت كومبيتيتيف اكتر. وبرضه ان انت توصل لليفل مثلا السي 1 الماني وتريح نفسك من اللي هو اخد قبول مشروط وبعد كده اروح واقدم وارجع تاني، بيريح الموضوع معاك. لان برضه الناس اللي بتتكلم سي 1 الماني عددهم اقل من بيتكلم بي 2 وكده. واكيد كل الكلام ده بجانب الاكتيفيتيز بتاعتك، التطوعات الاعمال الخيريه، بجانب المسابقات والكلام ده كله. طب هو دي مصر ولا في المانيا؟ نعم. التست از بتمتحن هنا في مصر ولا في المانيا؟ التست از بتمتحن هنا في مصر. هو اللينك بتاعه هتلاقيه في البرزنتيشن الويب سايت، تخش عليه تختار التست سنتر لو عايز تشوف التست. بس عامه بيبقى في حاجه اسمها داد اوفيس. داد ده اللي هو حاجه مثلا زي نقول شراكه بين التعليم المصري والالماني، حاجه زي كده. فبيبقى البرنج الاوفيشال بتاعه والاوفيس الاوفيشال بتاعه بتقدر تاخد فيه امتحان التيست از. امتى امتحنه؟ من دلوقتي؟ اه ممكن تمتحنيه من دلوقتي انت لو مثلا محضره كويس للامتحان من حيث الكونتنت الساينتفك بتاعه وحليت امتحان واثنين وثلاثه ولقيت نفسك تدخلي دلوقتي. ماشي. وانا امتحان دلوقتي هيبقى كده مطلوب مني الجي بي اي بتاع اولى وثانيه؟ ممكن السؤال تاني عشان ما سمعتش.
بقول هو انا لو امتحنت دلوقتي يعني وعايز اقدم بعد تالتة على طول هيبقى مطلوب مني جي بي اي اولى وتانية؟ هو بصي، اولا مش هينفع جي بي اي اولى وتانية، ما بيدخلش في التقديم على الجامعة. انت لما بتقدم على الجامعة وتعوز سكولرشيب في نفس الوقت، انت بتقدم على الجامعة من غير جي بي اي. الجي بي اي بتاع اولى وتانية تاخد الربول بتاع لما تقدم على اورجانيزيشن. لو سواء لو كانت هنا في مصر او في المانيا عشان يدعموك ماديا، هما في اورجانيزيشن بتطلب جي بي اي اولى وتانية، بس الربول بتاع الجامعة ما بيطلبش منك الجي بي اي بتاع اولى وتانية. تاني حاجة، بعد ثالثة ثانوي ما تقدريش تقدمي على دراسة بكالوريوس دايركت، بتحتاجي تاخدي حاجة اسمها سنة تحضيرية او تقعدي سنة جامعية هنا في مصر. طيب نعم، الافضل ناخد في مصر ولا انا اقول لك حاجه؟ لو قعدت سنه تحضيريه او لما تصرف فلوس كتير مش مسموح لك ان انت تشتغلي في السنه التحضيريه. يعني لما انت لو حد ان شاء الله جاله سكولارشيب بره، بيبقى معروف ان الجامعات بتوفر فرص شغل للطلبه بتوعها. فرص الشغل دي مش متوفره لطلبه السنه التحضيريه، فانت هتدفع فلوس وهتضطر ان يجيلك فلوس من بره عشان تقدر تكمل. بلس ان انت لو اخدت سنه جامعيه هنا في مصر، فانت فهمت المواد التخصص اللي انت عايزه شويه، فلما تنقل ان شاء الله وتبدا تعيد البكالوريوس بتاعك من اول وجديد، هيبقى في دراسه بالالماني، فاللي هو هيبقى عندك على الاقل كونت بتاعك كويس عشان تعرف تتفرغ ان انت تظبط نفسك في الالماني، ان انت تدرس حاجه اكاديميك بالالماني. يعني انا كده ما عنديش ان انا اقدم خلال ثالثه مثلا وابدا دراسه من اول السنه الجديده، لازم اخد سنه تحضيريه اللي هتبقى في الجامعه، صح؟ هو صوتك بيقطع، فممكن تقف في مكان يكون في نت كويس. بقول هو انا كده ما عنديش اوبشن ان انا ابدا احضر مثلا خلال الثالثه وابدا مع السنه الجديده، لازم ان هي تبقى اثناء الجامعه يعني، صح ولا ايه؟ والله صوتك بيقطع، انا مش سامع خالص. بقول لك يعني انا ما عنديش ان انا اخلص الثالثه اخش على طول على الجامعه، لازم اخش على تاني. معلش انا اسف. هي عايز اعرف يعني حتى لو حضرت مثلا في الفتره دي او كده برضو لازم تاخد سنه تحضيريه بعد ثالثه؟ لا مش شرط تاخد سنه تحضيريه بعد ثالثه، يا سنه تحضيريه يا سنه جامعيه، يا ده يا ده. يعني لازم. ده مش بمزاج اخواننا الالمان بس غشام شويه. وبرضو يا شباب، في دوله يعني هي بين المانيا وبين سويسرا بتتكلم الماني وفرنساوي اسمها لوكسمبورغ. الدوله دي عشان تدرس فيها بكالوريوس بيطلب منك البكالوريوس ده ممكن يكون باللغه الالمانيه او الفرنسيه. لو مثلا البكالوريوس بتاعك جه بالالماني، فبيطلب بيطلب منك ليفل بي 1 او بي 2 الماني، واي 1 واي 2 فرنش مثلا لو البكالوريوس الدراسه الاساسيه بتاعته بالالماني. اني كويستشنز؟ هو سؤال انا في اولى ودخلت ثانيه دلوقتي، ممكن اعمل ايه دلوقتي اجازه الصيف دي؟ هقول لك انا، انت تبدا تنظم اولوياتك. احلى حاجه في حوار الدويتش ان انت معاك وقت، انت معاك من اجازه اولى لحد لما تخلص سنه ثالثه وسنه جامعيه كمان، فتقول معاك يجي 3 سنين باجازاتهم في النص تتعلم فيهم الماني. فانت ممكن مثلا تبدا كورس الماني في اجازه الصيف، ممكن تبدا كورس الماني مكثف بجانب مثلا ان انت تحضر اي سي تي مثلا، وفي سنه ثانيه هتخفف كورس الالماني، تهتم اكتر بالانجلش بالسبجكتس بتاعتك بالمسابقات بالاكتيفيتيز وكده. انا عن نفسي عملت كده، مستريح في كده، بس ممكن يكون غيري مش مستريح في كده. تمام. نعم، اتفضل. هو الاسم دلوقتي انا اعرف حد عندنا في مدرسه في ثالثه اتقبل قبول مشروط وهو لسه اصلا ما خدش نتيجه ثالثه، ازاي؟ في حد ايه؟ انت بتسمع ليا صح؟ ايوه بسمع ليك. دلوقتي في حد عندنا من الاسماعيليه في ثالثه اتقبل قبول مشروط في المانيا، لكن بس هو اصلا ما خدش نتيجه ثالثه، ازاي اقدم؟ ازاي ده؟ ممكن يكون دوله ثانيه. لا هو دوله ثانيه، كان جامعة كشتماعي، أنا نسيت اسم الجامعة بقى هنا. هو صعب ومستحيل، فهم ده سيستم، ده سيستم ألماني. أسأل ممكن مثلا النمسا، ممكن النمسا ماشي، لوكسمبورغ ماشي، سويسرا ماشي، ولكن ألمانيا لا. ألمانيا لازم تلتة، هي يعني بتعترفش غير بتلتة، زي مصر كده، مش عشان تخش الجامعة لازم تلتة، ألمانيا كده. بالظبط. أيوة ما دوت اللي أنا فاهمه، بس هو قال لي كلام مخالف، فعشان كده بسأل. وما تسأله في ايه بالظبط او يعني ايه؟ عمر الله اسمع كده. خلاص. طب ممكن سأل؟ اتفضل. طب انا لغايه دلوقتي لسه مع يعني انا لسه لغايه دلوقتي لسه ما قررتش في موضوع ان انا مثلا عايزه اخد منحه لامريكا او كده، تمام؟ يعني تقريبا عايزه منجذب اكتر لالمانيا، مش عايزه اخد في امريكا. هل يعني لازم اخش في الاثنين ولا مش هيفرق؟ ولا خلاص بقى المانيا وخلاص؟ انا حاسه ان انا عايزه المانيا بس، حاسه ان انا عايزه اتعلم في امريكا. اقول لك انا حاجه، انت لما اولا
يعني انتم مش عارف ان انتم حاسين ان دي دوله فهتطلب تحضير ودي دوله فهتطلب تحضير تاني خالص. الموضوع مختلف عن كده خالص. انت يعني مثلا لو هناخد ابلكيشن يونايتد ستيتس او بريطانيا، بيطلب منك اكتيفيتيز، بيطلب منك كونفرس، بيطلب منك الجي بي اي بتاعك، بيطلب منك بيرسونال ستيتمنت، تمام؟ نفس الحاجات دي هي في المانيا بس المسميات مختلفه. في المانيا مثلا بدل من بيرسونال ستيتمنت حاجه اسمها موتيفيشن ليتر، بس هو نفس الكونتنت، الفرق ان انت تكتبه بس بالالماني. المسابقات اكيد انت لو معاك مسابقات ومراكز استلاف في مسابقات نسبه قبولك في جامعه المانيه هتزيد. الانجليزي عشان في حد امبارح كان بيتكلم مع الجروب بيقول ان الانجليزي مش اساس الالماني. بصوا يا شباب، الانجليزي لازم تهتموا بيه قبل الالماني. الانجليزي انت محتاجه سنه ثالثه، الانجليزي انت محتاجه بعد كده في دراستك الجامعيه، الانجليزي مش تخرج بيه بره باب بيتك. وحتى في جامعات في المانيا بيبقى في درجات بكالوريوس انجليزي على الالماني، فالانجليزي اساسي. فانت كده كده المنح امريكا انت هتظبط الانجليزي، الاي سي تي بتاعك، الاي سي تي مش هيضرك في حاجه لان انت كده كده هتحتاج له سنه ثالثه اليو ار تي، هتظبط الانجليزي والاي سي تي بتاعك. الاكتيفيتيز ده اساسي، الاكتيفيتيز والمسابقات ده اساسي سنه، اساسي برضه الالماني. هو الاختلاف مش حاجه كبيره، تمام؟ وبرضه يا شباب في حوار الالماني اللي هو هياخد مني وقت قد ايه بالظبط، اكيد الاول في الاول الموضوع في الاول في الاخر حسب قدراتك انت وحسب انت تقدر تديله وقت قد ايه. بس بنتكلم في افريج، في الافريج يعني انت مثلا لو مشيت بمعدل حصه في الاسبوع او نقول مثلا حصتين في الاسبوع، ممكن توصل ليفل بي 1 الماني على مثلا الترم الثاني بتاع سنه ثانيه ان شاء الله لو كلكم دفعه تقول هكون وصلت بي 1. انا ذات نفسي لسه ما وصلتلوش. ولما توصل ان بي 1 الماني انت بتعرف تتعامل مع اي حد بيتكلم الماني، وفي الجرامر كمان انت احسن منه لان الالمان بيتكلموا جرامر غلط، حاجه زي العاميه بالظبط. تمام. ايه سنه ثانيه يا شباب؟ وبرضه يا شباب قبل ما نقفل، لو انت حابب تاخد كورس الماني ففي كذا مكان غير جوتا. في معهد جوتا اكيد ده من احسن حاجات تدرس فيها الماني في مصر. في حاجه اسمها اي دي كي اللي هي الاكاديميه الالمانيه المصريه، تمام؟ برضه من الاماكن الكويسه تتعلم فيها الماني في الجامعه الالمانيه. وفي سورسز اونلاين متوفره كتير، في مثلا اللهم صل على النبي فراو هند، مستر محمد شحاته، كل الناس كويسه والكونتنت بتاعهم كويس جدا. سمعت شرحهم قبل كده كويسين. لو انت مثلا ليك تعرف مدرس مثلا دويتش، مثلا خريج ألسون او خريج تربيه بس يكون اللغه بتاعته كويس، مش يكون شغله كله سنه وعام، خد معاه واشتغل على نفسك، فاهم؟ وانا ان شاء الله هبقى اكتب لكم، ان شاء الله برفع لكم الماتيريال الالماني اللي معايا، هرفعها لكم درايف وابقى دي كل التشالنج، التشالنج اللي تقدروا تتابعوا منها. تمام، شكرا جدا. اسئله ثانيه يا شباب؟ شكرا. لا. Thank you.